الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرسل مبعوثه الخاص لأفريقيا جان ماري بوكيل إلى العاصمة تشادية نجامينا لبحث الانتشار العسكري الفرنسي الجديد في القارة السمراء في ضوء التحديات الأمنية والعسكرية بالمنطقة. زيارة المبعوث الفرنسي سبقها انسحاب الجنود الفرنسيين من بوركينا فاسو والنيجر في عام 2023 ومن مالي في أغسطس عام 2022، لتبقى تشاد البلد الوحيد في منطقة الساحل الأفريقي الذي لديه وجود عسكري فرنسي قوامه 1000 جندي، الأمر الذي فسره مراقبون بأن نجامينا هي آخر شريك لباريس في المنطقة. لكن استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في 24 من يناير الماضي في الكرملين يعد بحسب محللين بداية القطيعة مع باريس، خصوصاً أن ديبي قال إن تشاد دولة ذات سيادة وأنا هنا لتعزيز العلاقات مع دولة صديقة وإن بلاده دولة شقيقة لروسيا، ليرد بوتين بأن موسكو على استعداد لتقديم الدعم إلى تشاد من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار. زيارة ديبي إلى موسكو لا يمكن فصلها بحسب مراقبين عن السعي الروسي لنشر قوات الفيلق الأفريقي البديل عن قوات فاغنر في البلاد التي انسحبت منها القوات الفرنسية والتي تشاطر تشاد حدودها. فهل سيؤدي الرفض الشعبي في تشاد للوجود العسكري الفرنسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التشادية المقررة في 6 مايو المقبل إلى تخلي نجامينا نهائياً عن باريس لصالح موسكو؟ أم أن الرئيس محمد إدريس ديبي سيعمل على إقامة علاقة متوازنة مع الطرفين؟